أحييكم أنتم متابعين الكرام. انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بمشاركة 135 ألف مترشح واختلاف تقييمات المترشحين في اليوم الأول منها. انطلاق موسم الحصاد بولاية سليانة، تقديرات الإنتاج الوطني لهذا الموسم بحدود 18 مليون قنطار. وزارة الشؤون الدينية تؤكد الضغط على كلفة الحج واتخاذ التدابير الصحية اللازمة وتهيئة ظروف إقامة مريحة للحجيج التونسي. السلام عليكم. انطلقت أمس الأربعاء امتحانات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا لهذا العام، وقد بلغ عدد المترشحين 135 ألف تلميذ وتلميذة. وراوحت بين الخوف والأمل في النجاح مشاعر المترشحين قبل دخول قاعة الامتحان، قاسمهم فيها أوليائهم الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم في اليوم الأول من هذا الامتحان الوطني. على أنغام النشيد الوطني بمعهد ابن سينا بالفحص من ولاية زغوان، دقت الساعة صفر لانطلاق أول امتحان في الدولة الرئيسية للبكالوريا لسنة 22 و2000، التي يشارك فيها أكثر من 130 ألف مترشح ومترشحة من مختلف جهات البلاد. استنسنا بالامتحانات من قبل، هذه حاجة عادية يعنتها، وجوست هو امتحان باش يقرر لك مصيرك، هذيك الحاجة اللي تفرق على الآخرين كهو. نعرفوا مجرد امتحان، ما مش كيما أي امتحان تنجم تواجهه معناه. لحظة فارقة في مسار دراسي سيما كلل بالنجاح في جميع مراحله الابتدائية والأساسية، ليولد معها طموح النجاح واستكمال مسار ختم دروس المرحلة الثانوية، مصير مرتبط بصبغة الاختبارات ومدى قدرة التلميذ على اجتيازها، وأولها امتحان مادة الفلسفة. عديت اليوم فلسفة في أجواء طيبة، تعدى الدفار به وإن شاء الله الدفارات كل هكا، وبون كوراج للناس كل. الامتحان كان في المتناول، فيه في المواضيع السهلة وفي بعض الصعبة، إن شاء الله تكون الامتحانات القادمة خير من هكا، وإن شاء الله تكون في المتناول، وإن شاء الله كنا ننجحوا. إن شاء الله طموحاتي الكل تحقق وطموحات العبيد الكل. أجواء استثنائية واكبها اليوم جميع المترشحين في 578 مركز امتحان، غير أن الوضع بدا مختلفا في مركز الامتحان بالفحص من ولاية زغوان، أين واكبت رئيسة الحكومة أول امتحانات هذه الدورة. ربي نجح، طلب بالتوفيق. المورال بون، طبعا معنويات إن شاء الله بالتوفيق. وقد شهدت الدورة الرئيسية لبكالوريا 22 و2000 إجراءات استثنائية تصدياً لمحاولات الغش. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية إلغاء إضراب قطاع نقل المحروقات الذي كان مزمعاً تنفيذها اليوم الخميس، وكان مبرمجاً أيام 9 و10 و11 من جوان. وجاء قرار إلغاء الإضراب عقب إمضاء محضر اتفاق بمقر الوزارة بين ممثلي شركة توزيع النفط وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل، ويتعلق الاتفاق الذي تم بموجبه إلغاء الإضراب بالزيادة في الأجور منذ سنة 21 و2000. أشرف الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج أمس الأربعاء على موكب أداء اليمين للسيدة والسادة الولاة لولاية المنستير، أريانا، زغوان، القصرين، تطاوين، سيدي بوزيد، جندوبة، نابل، جابس، سليانة، صفاقس وجبلي. بيّن الرئيس قيس سعيد في لقائه اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة حقيقة الأوضاع في تونس والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. واستعرض رئيس الدولة جملة الخطوات القادمة من أجل صياغة دستور وبناء جمهورية جديدة،
مؤكدا الحرص التام على استقلال القضاء. كما تطرق الرئيس الصعيدي إلى بعض أوجه علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وبريطانيا. من جانبه أكد وزير الدولة البريطاني تمسك بلاده بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس وتوطيدها في الفترة القادمة في مجالات عدة. بزيادة قدرت بمليوني قنطار في الإنتاج الوطني للحبوب عن الموسم الماضي، انطلق أمس موسم الحصاد من ولاية سليانة، حيث تحولت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى مساحات الزراعة الكبرى في الجهة، وأكدت ضرورة العناية بالمحاصيل ومزيد بذل الجهد لإنجاح هذا الموسم. مع انطلاق موسم الحصاد في عديد المناطق من ولايات الجمهورية، تشير آخر التقديرات إلى أن إنتاج هذه السنة سيكون في حدود 18 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار، أي بزيادة مليوني قنطار عن الموسم الماضي، ما يؤشر على إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي لتونس من الحبوب رغم التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع من تغيرات مناخية وتأثيرات جائحة كوفيد، وخاصة تداعيات الحرب الأوكرانية التي عمقت الأزمة الغذائية على المستوى العالمي من حيث ارتفاع الأسعار وكثرة الطلب على المواد الأولية. وحفاظاً على هذه الثروة الوطنية وتجميعها في أفضل الظروف، دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن كافة الأسرة الفلاحية إلى مزيد بذل الجهد لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. كما أكدت رئيسة الحكومة في كلمة لها إثر إعطائها إشارة انطلاق موسم الحصاد من ولاية سليانة على أن الحكومة رفعت في أسعار الحبوب بصفة ملحوظة لتشجيع المنتجين وكل المتدخلين في القطاع على الانخراط في برنامج طموح لمعاضدة مجهودات المنتجين وكل الفاعلين في قطاع الحبوب. عملت الحكومة منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي رغم تأخر الأمطار الخريفية وغلاء جل مستلزمات الإنتاج على التخطيط للتوسع في الزراعات وتوفير كل مستلزمات الإنتاج من بذور ممتازة وأسمدة، وذلك عبر ترفيع في سعر قبول الحبوب وكذلك ترفيع التزود بالأسمدة. كما تضافرت كل الجهود وفق برنامج متكامل يرتكز أساساً على التوقي من الحرائق خلال موسم الحصاد وتجهيز الآلات بمعدات الإطفاء الأولية وتوفير فرق للتدخل. بالزيارة الاستطلاعية وعملية بيضاء تطبيقية مشتركة تابعة للجنة الجوية لمجابهة الكوارث للوقوف على مدى النقائص والإجراءات المتبعة ولحماية الصابة، خاصة الحماية الذاتية للفلاحين من توفير جرارات صهاريج وماء وجرارات محراث اللي تكون على أهبة عند الحصاد، باش عند اندلاع الشرارة الأولى يكون الفلاح بيده معناتها هو كفريق تدخل أولي متدخل أولي. وتقليصا من نسب ضياع كميات من صابة هذه السنة، تم اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين كل المراحل ابتداء من الانطلاق في عملية الحصاد وإلى غاية تجميعها وتسليمها. قمنا بجميع التحضيرات على مستوى التنظيمي، على مستوى تمويل المجمعين، على مستوى مراقبة المراكز التجميع. هذا وتسهر فرق اليقظة والمتابعة على المستوى الجهوي والمركزي لإنجاح هذا الموسم. 4972 حاجا هي حصة تونس من الحجاج لموسم هذا العام. هذا المعطى وغيره تم تقديمه خلال نقطة إعلامية انتظمت أمس بوزارة الشؤون الدينية بمشاركة عدد من المتدخلين في تنظيم هذا الموسم. 21 من جوان الجاري سيكون موعد أولى رحلات الحج إلى البقاع المقدسة هذا الموسم، موسم ينتظم في ظرف استثنائي في ظل جائحة كوفيد-19. سيكون حجاج الميامين في المنطقتين المركزيتين بالمدينتين المقدستين، يعني أبعد فندق هو 700 متر، يعني أقرب فندق 310 متر، المدينة المنورة 50 متر بعد الفنادق، 4 أو 5 في الغرفة. في حدود 2500 حاج باش يكون على متن الخطوط التونسية، بالطبع انطلاقا من مطار تونس كرتاج، عندنا رحلة على مطار طبرقة، وعندنا رحلات على مطار المنستير باش يقربوا الخدمات، وبالطبع باش يكون رحلات نتاع الشركة السعودية انطلاقا من سواق الجربة وتوزر. حاجة الهامة جدا هي السنة اللي رحلات هذه باش تكون كل الطائرة التونسية بطواقم تونسية. كرينا 3 سيارات إسعاف، شحنا تورناتا و900 دواء. عنا نشاط وقائي، نشاط علاجي ونشاط متابعة. الدولة التونسية
قررت كونه بخلاف الجرعات الأساسية الاثنين زادت جرعة تعزيز، واللي جرعة التعزيز تعدت عليها أكثر من 4 أشهر زادت الجرعة الرابعة. هذا إجراء وقائي يحمي. الإجراء الوقائي الثاني هو البسير قبل 72 ساعة ينجم يلقى البسير بوزيتيف. كانوا في الطيارات الأولانية ينجم يوخر، أما ذي يلقى روحه في الطيارات الأخرانية ما ينجمش يوخر، ما يمشيش الحاج ويرجعوا له فلوسه. وزير الشؤون الدينية الذي أكد أنه تم اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لإنجاح هذا الموسم أشار إلى أنه تم ضبط تسعيرة الحجة وفقا لما هو متاح وممكن، وأنه تم الضغط على كلفته بالتعاون مع الجهات المتدخلة. التسعيرة هي 16000 دينار و400، تتكون من 13300 دينار اللي هي كلفة الإقامة والخدمات والنقل داخل البقاع المقدسة، و 3100 دينار اللي هي تذكرة السفر. هذه التذكرة التي ضبطتها الخطوط التونسية التي نشكرها ونشكر الشركة. البنك المركزي جمد سعر الصرف منذ شهر أفريل للدينار التونسي بالمقارنة مع الريال السعودي، وكلف نفسه يعني مليارات من أجل الحفاظ على هذه الكلفة. والدولة التونسية بكل هيكلها المتدخلة في موسم الحج حرصت على عدم يعني تفاقم الكلفة وعدم لا تكون كلفة مشطة، وهذا بالمقارنة دائما في الوضع العام. ونحن الآن في ظروف استثنائية بكل المقاييس. عوامل بالطبيعة خارج على نطاق الجهات التونسية، أولها ارتفاع معاليم الطوافة بالمملكة العربية السعودية ب 120% سنة 2022 مقارنة بسنة 2019، ارتفاع سعر الصرف الريال السعودي مقابل الدينار التونسي ب 11% مقارنة بسنة 2019، ارتفاع الأداء على القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية واللي يطبق على كل العقود. الأداء هذا كان 5% سنة 2019، أصبح الآن 15% بتأثير أكثر من 1000 دينار. ومن المنتظر أن تكون آخر رحلة عودة من البقاع المقدسة يوم 27 من جويلية القادم. أدت العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية إلى توقف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود بسبب حصار روسيا الموانئ الأوكرانية، ما يهدد بأزمة غذاء عالمية وإثارة اضطرابات في البلدان النامية على وجه الخصوص، بينما تسعى أوكرانيا حاليا إلى تصدير إنتاجها من المحاصيل عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والأنهار رغم الصعوبات اللوجستية. ولا تزال المفاوضات بوساطة تركية تواجه صعوبات بشأن إيجاد ممر آمن للحبوب، حيث قالت أوكرانيا إن روسيا تفرض شروطا غير منطقية، بينما قال الكريملين إن حرية الشحن تتوقف على إنهاء العقوبات. أعلنت إيران أمس الأربعاء أنها وقفت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص بعض المجالات التي تتجاوز أطر اتفاق الضمانات بين الجانبين، مشيرة إلى إلغاء كاميرتين اثنتين من مجموع كاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل البلاد. كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قد قدمت الاثنين الفارط مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الدوري الربع السنوي، ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية على أسئلة الوكالة بشأن أثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، بينما حذرت طهران من عواقب وخيمة في حال تمرير القرار. تجاوزت إصابات جدري القردة التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها 1000 حالة خارج الدول الإفريقية التي يتوطن فيها المرض عادة. وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أن خطر توطن جدري القردة في البلدان التي لم يكن ينتشر فيها من قبل هو خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة. هذا أبلغت 29 دولة عن إصابات في الموجة الحالية التي بدأت في مايو المنقضي، فيما لم تبلغ أي دولة عن حدوث وفيات. والآن إلى أخبار الرياضة، حيث بلغ هلال مساكن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم على حساب الترجي التونسي بركلات الجزاء 6-5 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف. كما تأهل النادي الإفريقي أيضا إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه بهدف دون مقابل خارج ميدانه على نادي تاكلسا. وبنتيجة ذاتها ترشح نادي صفاقس إلى ربع نهائي المسابقة على حساب اتحاد تطاوين في ميدانه، فيما تأهل مستقبل الرجيش إلى الدور القادم أيضا بعد انتصاره بهدفين دون مقابل على الاتحاد المونستيري. وتبعا لهذه النتائج سيكون برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس التي ستدور يومي الأحد والاثنين 12 و13 من جوان الجاري على النحو التالي: النادي الإفريقي هلال الشابة، النادي البنزرتي اتحاد بنقردان، مستقبل الرجيش النادي صفاقسي، وهلال مساكن مستقبل المرسى.
أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الترجي الرياضي التونسي هذا المساء حصول اتفاق بين النادي والمدرب رضي الشعيدي على إنهاء التعاقد بين الطرفين. جاء فك الارتباط بين الجانبين عقب انسحاب الترجي أمس الأربعاء في الدور ثمن النهائي من سباق كأس تونس لكرة القدم. بهذا إذن تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بمشاركة 135 ألف مترشح، واختلاف تقييمات المترشحين في اليوم الأول منها. انطلاق موسم الحصاد بولاية سليانة، وتقديرات الإنتاج الوطني لهذا الموسم في حدود 18 مليون قنطار. وزارة الشؤون الدينية تؤكد الضغط على كلفة الحج واتخاذ التدابير الصحية اللازمة وتهيئة ظروف إقامة مريحة للحجيج التونسي. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.